وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، يوجد بعض الدعاة والإعلاميين ممن يميزون في سماحة الإمام ابن باز وابن عثيمين وصفة تأويلهما، فما موقف الاسم مسلم عند أبنائه تجاه ذلك؟ ينصحهم ويبين لهم أن هذا من أشد المحرمات. ما في شك أن تنقص المسلم حتى ولو كان عاميا لا يجوز، فتنقص العالم من باب أولى. نعم.